في حادثة غير مسبوقة تشهدها الولايات المتحدة، اقتحم عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل الرئيس السابق دونالد ترامب بحثا عن وثائق حكومية سرية احتفظ بها بشكل غير قانوني. هذه التطورات الخطيرة التي قد تحرم ترامب من الترشح ثانية لمنصب الرئيس أثارت الكثير من الأسئلة، كتلك المتعلقة بمن وشى بترامب. هل هو صهر جاريد كوشنر؟ وإن كان ترامب فعلا بريئا وضحية ما توصف بالدولة العميقة. ينضم إلي في هذه الزاوية الزميل الصحفي في I24 نيوز بليغ صلاحدين. بليغ، أثارت الكثير من الجدل والأسئلة حول خلفية هذه الحادثة في الولايات المتحدة، هل لك أن تطلعنا على المزيد؟ نعم، فعلا حادثة غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة. يعني فقط كان هناك رئيس واحد قبل دونالد ترامب الذي تعرض لمثل هذه التحقيقات من المكاتب الفيدرالية، ونحن نعلم ما حدث في نهاية الأمر مع ريتشارد نيكسون. ولكن في الأسبوع الماضي حدث مرة أخرى مع دونالد ترامب في منزله مارولاغو في ميامي بيتش في ولاية فلوريدا، حيث استحوذ مكتب التحقيقات الفيدرالية على العديد من المستندات. يقول أن بعض هذه المستندات سرية لها علاقة حتى في يعني البرامج النووية المتعلقة في الولايات المتحدة بحسب بعض وسائل الإعلام. هذا أمر كبير وغير مسبوق. من جهته دونالد ترامب يريد أن يستغل هذه الحادثة لصالحه. كيف يستغل ذلك دونالد ترامب؟ ببساطة يقول أن هذه مطاردة ساحرات، ويتش هانت كما يقول باللغة الإنجليزية. ويعني يقول أن مكتب التحقيقات الفيدرالي هو كان قد ليس يقول وإنما يعني من حوله على الأقل من مناصرين حتى سياسيين، وبطبيعة الحال يعني في الولايات المتحدة هناك كثير من وسائل الإعلام التي هي نوعا ما مجندة حتى لصالح بعض السياسيين، بدأوا بهذه القصة أو هذه يعني المعلومات، وكأنه يعني مكتب التحقيقات في الطريق قام بزرع بعض المستندات. وليست المرة الأولى مشكلته مع الـ FBI بليغة، كانت لطالما هناك المشاكل السابقة عندما حققوا معه في المرات الأولى وحول أنه يتعاون مع روسيا وما إلى ذلك. نعم فعلا كان هناك العديد من التحقيقات، ولكن هذه أول مرة يتدخل مكتب التحقيقات الفيدرالي. أريد أن أذكر هنا أن دونالد ترامب يعني الشعار له في الحملة الانتخابية الأخيرة كانت نحن حزب، أو أنا على الأقل حزب law and order كما يقال باللغة الإنجليزية، أي حزب القانون والنظام، ما يعني أننا ندعم الشرطة، ندعم أن يكون هناك قانون. لذلك يعني من كانوا يريدون من مكتب التحقيقات الفيدرالي، من حتى إعلاميين وكذلك أنصار ترامب وترامب نفسه، أن يحققوا مع هيلاري كلينتون في عام 2016، الآن يواجهون المشكلة بأننا يعني نصرنا مكتب التحقيقات الفيدرالي ونقول دائما أننا ندعم الشرطة، الآن الشرطة نفسها ومكتب التحقيقات الفيدرالي هو من يحقق مع دونالد ترامب. فالعديد من يعني الأمور المتعلقة بهذه النقطة يصل المواطن الأمريكي الذي يدعم دونالد ترامب إلى أن يقول أنه لا يمكنني أن أثق بأي أحد. لا قبل أن يدهمنا الوقت بليغ، ما حقيقة أن جاريد كوشنر هو من أوعز للشرطة باقتحام منزله؟ هناك اتهامات موجهة له؟ هناك اتهامات موجهة له، يعني لا يوجد أمر مؤكد في هذه النقطة بالتحديد، يعني لا نستطيع أن نستبعد أو نقول أن هذا ممكن الآن. ولكن دونالد ترامب ما يبحث عنه حاليا هو أن يصدر أو ينشر مقاطع من عملية التفتيش إلى وسائل الإعلام المختلفة، إلى الشعب الأمريكي. ولكن في هذه النقطة بالتحديد بشار، هناك يعني من يقول نحن ندعم هذا الأمر لكي نعزز نظرية الدولة العميقة كما يقال، ومن جهة أخرى هناك من يقول أن من هو موجود على الجدار وكأنه في الحزب الجمهوري، من ما زال يريد أن يكون هناك يمين في الحكومة الأمريكية، يريد أن يكون
هناك حزب محافظ في الحكومة الأمريكية، ولكن لا يريد شخص متهم بيعني مثل هذه الكمية من الاتهامات كسرقة مستندات من البيت الأبيض. فيقولون له يعني رؤية وكان الـ FBI يخرج مع صناديق مليئة بالمستندات لن يظهرك فعلا بصورة جيدة. فهناك يعني طبعا نقاش حول الموضوع، ولكن إذا ما تحدثنا نعم. بليغ صلاح الدين الزميل الصحفي 24 نيوز، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات.